بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة واستاد الأهلي. الأهلي يختتم استعداداته اليوم للقاء النجم الساحلي بين التفاؤل والحذر. 9 مواجهات قبل كده جمعت ما بين النادي الأهلي وبين النجم الساحلي، والفوز نسب الفوز متوازنة. الأهلي فاز مرتين والنجم الساحلي فاز مرتين. النجم الساحلي من الفرق اللي على أرضها وسط جماهيرها بتبقى صعبة جدا. فكرك داي ما بتروح تلعب نادي الإسماعيلي في ملعبه وسط جماهيره، بيبقى الأمور هناك وضغط الجمهور والملعب الضيق، كل هذه الأمور بتصعب عليك المباراة. النادي الأهلي في مواجهاته مع النجم الساحلي، واجه النجم الساحلي على أرض وسط جماهيره من قبل كذا مرة، تعادل سلبيا في أغلب المواجهات ولم يستطيع أن يحقق أي فوز على النجم الساحلي في تونس. ولكن نتائج النادي الأهلي أمام الفرق التونسية تبعث الأمل أمام جمهور النادي الأهلي، أمام مجلس إدارة النادي الأهلي، أمام أيضا الجهاز الفني النادي الأهلي اللي لسه كسبان فريق الترجي التونسي على أرض وسط جماهيره بهدفين مقابل هدف في لقاء قلب التوقعات كلها، بعد ما كان تعادل النادي الأهلي في لقاء برج العرب بهدفين مقابل هدفين، ثم ذهب هناك وفاز بهدفين مقابل هدف. النادي الأهلي دائما في مبارياته الإفريقية يتحدى الصعوبات، يتحدى كل الظروف، يتحدى المواجهات، يتحدى الإعلام، يتحدى الجمهور، يتحدى كل شيء وحتى التحكيم. لأن في أحد المواجهات، طبعا كان أول مواجهة ما بين النادي الأهلي والنجم الساحلي في بطولات دوري أبطال أفريقيا كان في سنة 2004. النادي الأهلي تعادل سلبيا في سوسة بدون أهداف، ثم فاز في القاهرة بثلاث أهداف لو حضراتكم تتذكروا، هدف محمد أبو تريكة، الهدف الثاني لأسامة حسني، وكان الراحل طبعا ربنا يرحمه محمد عبد الوهاب رفع الأوفر، والهدف الأخير لمحمد بركات ملك الحركات، وده كانت ثلاثية النادي الأهلي أمام النجم. اللقاء الآخر كان في 2007، وكان النادي الأهلي تعادل سلبيا في هذه المواجهة، ولكن الحكم العرجون أعطى النجم الساحلي فوز بثلاث أهداف مقابل هدف، كان بطله أمين الشرميتي لازال حتى الآن يلعب في فريق النجم الساحلي التونسي. تواجه بعد كده في السوبر، النادي الأهلي فاز بضربات الترجيح، وفي الكونفدرالية كان آخر فوز للنادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، وفاز كان بهدف وليد سليمان. إذن المواجهات ما بين النادي الأهلي وما بين النجم متوازنة. النادي الأهلي استطاع أنه حقق فوز مهم على فريق الترجي التونسي في تونس، ولكن البعض قد يفسر أن الترجي أفضل من النجم. على فكرة النجم في صدارة الدوري التونسي مع الترجي التونسي برصيد 12 هدف. ده هدف وليد سليمان اللي كنت بقول لحضراتكم كان في الكونفدرالية الإفريقية في 2014، تعادلوا في سوسة 1-1 ثم عن طريق عمرو جمال، وده بقى الماتش اللي بعده في 2015 أيضا تواجهوا في الكونفدرالية، ده الهدف اللي حضراتكم شايفينه، هدف وليد سليمان اللي استلامه ووليد سليمان بيجيب بقدمه اليمنى. وليد سليمان من اللعيبه اللي اتكلمنا عليها كتير جدا، بتدي اضافه للنادي الاهلي سواء من الناحيه الفنيه والناحيه التكتيكيه. خليني اقول لحضراتكم ان النهارده المهندس محمود طاهر كان في لقاء ما بينه وما بين السيد جلال كريفه نائب رئيس النجم الساحلي التونسي. صراحه المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وجه الشكر لرئاسه النجم الساحلي والقياده الرئاسيه لنادي النجم الساحلي التونسي، لان كان في حسن ضيافه، كان في حسن في التعاون، وكل هذه الأمور بتضيف إضافات جميلة جدا، لأن الرياضة في الأول في الآخر حتى بتواجه نجم ساحلي هو من بلد تونس الشقيق. صراحة الكابتن حسام البدري كان هيعمل النهاردة أقام محاضرة في الثانية والنصف عصرا، وكان اتكلم فيها في بعض الأمور الفنية، وأيضا هيبقى في محاضرة تانية قبل المران اللي هيبتدي الساعة 7:30 مساء إن شاء الله بتوقيت مصر. ده التمرين اللي هيقام اليوم. كابتن حسام البدري في المواجهات أو في اللقاءات الأخرى كان بيلعب بتكتيك معين، إزاي الأول أرسم المباراة، سيناريو المباراة، هلعب فريق بحجم النجم الساحلي ازاي؟ فريق النجم الساحلي خاض مشوار ما هو سهل في بطولة دوري ابطال افريقيا، واي فريق بيوصل للسيمي فاينال او الدور النصف النهائي بيبقى فريق على اعلى مستوى. مواجهة اهلي طرابلس الليبي للنجم الساحلي التونسي ابرزت بعض الامور، وده
ادي حضراتكم اجتماع طبعا المهندس محمود طاهر وباقي طبعا رئيس النادي الاهلي ونائب رئيس النجمة الساحلية التونسي الاستاذ جلال كريفة، اللي شكروا المهندس محمود طاهر على حسن الضيافة وعلى طبعا حسن المعاملة. صراحة تونس من الفرقة دي، الدكتور ياسر أيوب موجود في هذا اللقاء. صراحة لما بتروح تلعب مع فرق شمال أفريقيا بتبقى الأمور أسهل كتير جدا لما تكون بتلعب في أفريقيا. كنت بتكلم مع حضراتكم إن النادي الأهلي بين التفاؤل والحذر، الحذر ان النجم الساحلي التونسي، في بعض من التصريحات اللي كانت بتطلع بتقول النجم الساحلي فريق اقل كثير جدا فنيا من الترجي وان المواجهه سهله بالنسبه للنادي الاهلي، الكلام ده غير صحيح بالمره. وبرده في حاجه عايز اوجهها لبعض الناس، النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا، وبعض الاشاعات وبعض الاكاذيب لا زالت بتطلع في بعض من وسائل الاعلام. يا جماعه النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا، يا جماعه النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي ممثل ليه الكره المصريه، يا جماعه النادي الاهلي بيلعب باسم مصر. فارجو من الجميع السكوت والالتفاف حول كيان النادي الاهلي. النادي الاهلي الان يمثل مصر، النادي الاهلي النادي المصري الوحيد. شفنا الفرحه كانت قد ايه بعد الفوز على الترجي التونسي والتاهل من رانز. ده كواليس بعثه النادي الاهلي في تونس، وده معسكر الإقامة في سوسة. على فكرة سوسة من المدن الساحلية الجميلة، تعتبر أغلبيتها منتجعات سياحية على البحر المتوسط. ابتسامة أمل وتفاؤل على وجه كابتن سيد معوض، وادي معلول وجونيور أرجايي، اتنين من الإضافات اللي أضافت الكثير والكثير. وسبحان الله جايين، هو ده هدف التاني للترجي التونسي، العرضية المعلول و رأسية أجايي أعطت للأهلي التأهل. أدي أحمد محمد الشناوي الحارس النادي الأهلي، وأدي محمد هاني ومحمد نجيب، واحد من النجوم الصراحة اللي لازم يديله حقه. محمد نجيب في أي وقت بيبقى موجود وبيبقى جاهز. كابتن حسام البدري بيظهر في الكادر دائما في ابتسامة تفاؤل وابتسامة ثقة. وهرجع لحضراتكم، مشوار النادي الأهلي وبداية غزو أفريقيا لم يكن سهلا بالمرة. في الفترة في بداية الثمانينات النادي الأهلي بيلعب بيغزو أفريقيا، أفريقيا لم تكن متحضرة إلى شكل كبير، الأجواء، طريقة الفندق، الإقامة، كل هذه الأمور بتبقى فيها مشاكل كثيرة جدا كانت لبعثة النادي الأهلي. ولكن النادي الأهلي بنجومه باستراتيجياته برئاسته في مجالس الإدارة بقيادته الفنية بلعبته كل وجمهوره، طبعا جمهور النادي الأهلي هو الدعم الرئيسي، كان بيتخطى هذه الصعاب. البداية كانت في 82 دوري أبطال أفريقيا، على فكرة كان في بطولة 81 النادي الأهلي كان وصل لمرحلة متقدمة، ولولا استشهاد الرئيس السادات في هذا التوقيت وانسحاب النادي الاهلي في هذا التوقيت من بطوله دوري ابطال افريقيا كان المرشح الابرز للفوز بهذه البطوله هو النادي الاهلي. بدايه 82 وبتلعب بقى امام اشانتي كوتوكو، وبتروح تكسب هنا في القاهره، وبتروح تتعادل هناك 1-1. بدايه غزوك لدوري ابطال افريقيا، وصلت للفاينل في بطوله 83 امام ايضا الاشانتي، و ابتدت تخش في ابطال الكؤوس، خدت 84 و85 و86 غزو النادي الاهلي لبطوله دوري ابطال افريقيا. كان في هذه الفتره المواجهه والمنافسه مع انديه غرب افريقيا، يعني كنت بتنافس انديه غانا، كنت بتنافس انديه نيجيريا، كنت بتنافس انديه كوتيفوار. يعني غانا كنت دائما بتلعب اشانتي، والاشانتي كوتوكو كان من اقوى الفرق، وانت كنت بتلعب منتخب غانا في هذا التوقيت، اسك ابيجان و فريق افريكا سبور، انت بتلعب منتخب كوتيفوار، كانون ياويندي، ياويندي طبعا عاصمه الكاميرون، كنت بتلعب منتخب الكاميرون. منتخب الكاميرون في هذه الفتره بيتاهل لكاس العالم وبيعمل ماتشات جميله جدا، والنجوم الكبار بقى روجيه ميلا وهؤلاء النجوم. النادي الاهلي في هذه الفتره بيواجه هؤلاء النجوم، بتواجه منتخبات. طبعا في 87 النادي الاهلي عوده مره اخرى لدوري ابطال افريقيا والفوز على الهلال السوداني، بتلعب منتخب السودان، ماتش كان في حضور جماهيري كبير جدا وفرحه كبيره جدا، وكان اخر ماتش للكابتن محمود الخطيب اللي توج بيه مع النادي الاهلي بتاني بطوله دوري ابطال افريقيا. مرورا بقى بالتسعينات والالفينات ابتدت المنافسه وخريطه المنافسه داخل القاره الافريقيه تتبدل. تتبدل في ايه؟ ان في قوه جديده طلعت وهي انديه شمال افريقيا، كره في تونس، الكره في الجزائر، الكره في المغرب تطورت بشكل كبير على سبيل الانديه، والانديه الاخرى الافريقيه خلاص بقت تشحن
كل نجومها إلى أوروبا منذ الصغر. يعني تلاقي سامويل إيتو بيلعب في إسبانيا وهو صغير، أوكوشا ونجوم نيجيريا، إيمانويل أمونيكيه حتى جاء إلى النادي الزمالك وهو صغير ثم ذهب إلى أوروبا لعب في برشلونة. فكل هذه الأمور أدت أن أندية غرب أفريقيا نزلت بعض الشيء وظهرت الأندية التونسية. النادي الأهلي والأندية التونسية منذ بداية الألفينات خلاص ابتدت المواجهة رايح جاي كر وفر. النادي الأهلي بيواجه الترجي في 2001 بيفوز عليه، بيتعادل معاه في القاهرة سلبيا وبتعادل هناك 1-1، الهدف الشهير بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ، ثم يتأهل إلى الدور النهائي عشان يواجه سان داونز. دخلت أندية جنوب أفريقيا في المنظومة، ابتدى سان داونز تلاقيه، ابتدى أورلاندو بايرتس تلاقيه، ابتدى فيتفست تلاقيه، ابتدت بعض الأندية من جنوب أفريقيا، ثم عاد الإنجربير ولكن عبر اسم مازيمبي عشان يواجه النادي الأهلي ويبقى من أقوى الأندية اللي في قارة أفريقيا من حيث التنافس. مازيمبي ذهب إلى كأس العالم للأندية ووصل للماتش الفاينل، ولكن بعد الأمور خلاص نزلت مازيمبي مرة تانية ثم الثورات اللي حصلت في المنطقة العربية. ولكن ما شاء الله النادي الأهلي رغم الثورات رغم الأحداث السياسية ظل مسيطرا على القارة الأفريقية. في بطولات دوري أبطال أفريقيا طبعا النادي الأهلي ما شاء الله واخد 8 بطولات دوري أبطال أفريقيا أخرها في 2014. كان في هذه الفترة في تغيرات سياسية ما كانش في دوري، ولكن النادي الأهلي كان بطل، كان بيقدر ياخد البطولة. ده اللقاء اللي أمام حضراتكم، الأهلي والنجم الساحلي واستلامة أبو تريكة والتسديدة الجميلة اللي فتح بيها أهداف هذا اللقاء. اللقاء ده كان على فكرة في الكلية الحربية، وكان ملعب الكلية الحربية هو اللي كان بيستضيف مباريات النادي الأهلي في هذا التوقيت سواء محليا أو إفريقيا. كان في بعض يتخوف ان ملعب استاد القاهره كان دايما هو اللي بيستضيف لقاءات افريقيا، وجمهور النادي الاهلي دايما مرتبط باستاد القاهره، والثالثه شمال دايما بتبقى ممتلئه، والحته اللي في عند كلمه بسم الله الرحمن الرحيم داخل استاد القاهره في المنتصف برضو بتبقى ممتلئه. ولكن الانتقال الى ملعب الكليه الحربيه عشان كان في ساعتها استعدادات داخل استاد القاهره، كان دعا النادي الاهلي انه يلعب على ملعب الكليه الحربيه. ادي الاوفر عبد الوهاب الله يرحمه وراسيه اسامه حسني والهدف الثاني وفرحه كابتن احمد ناجي وطبعا مانويل جوزيه الدهية البرتغالي اللي كان في هذا التوقيت بيحرز ثاني بطوله افريقيه افريكان شامبيونز ليج مع النادي الاهلي، دوري ابطال افريقيا ثاني بطوله ليه مع النادي الاهلي في هذا اللقاء. وكان النجم الساحلي على فكره من اقوى الانديه مش بس في على المستوى طبعا تونس بل على مستوى افريقيا، لان اي فرقه هتصعد لدور قبل نهائي او نهائي ما بيبقاش عن طريق الصدفه. فبدات اكتملت المواجهات التونسية ما بين النادي الأهلي وما بين الأندية التونسية، واجه الترجي، واجه الصفاقسي في فاينل في أحد الفاينالات وتعادل في القاهرة ثم فاز في تونس. وادي هدف محمد بركات من الأهداف الجميلة اللي الكل هيفضل يتذكرها، لأن محمد بركات من اللعيبة الأذكية جدا جدا جدا، تعرفش هو رايح فين في أي مكان، دايما بيعرف يجري في ظهر الديفنس، من اللعيبة اللي عندها حلول، وكان بيدي حلول كبيرة جدا سواء لزمايله أو سواء للمدير الفني مانويل جوزيه في هذا التوقيت، وجيل من الأجيال الجميلة جدا اللي صعب أن تتكرر. ولكن النادي الأهلي في مرحلة الإحلال والتجديد كان أيضا على الخريطة الإفريقية. لو حضراتكم تتذكروا لقاء الأهلي والترجي كنا تحدثنا فيه كثيرا أن في 2014 لقاء الفاينل أمام الترجي لم يلعب بركات، لم يلعب أبو تريكة، لم يلعب سيد معوض واحد من النجوم الكبار وقائد الجبهة اليسرى، والنادي الأهلي تفوق على الترجي في تونس. كان في بعد نتيجة التعادل النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في لقاء دور الثمانية في القاهرة بعض الأقاويل، كان في انتعاشة في تونس وقالوا أن خلاص فريق النادي الأهلي أقطي من البطولة، خلاص أصبح فرص الترجي التونسي هي الأبرز. ولكن النادي الأهلي قلب الموازين على الكل واستطاع ان هو يقتنص الصراحه تذكره التاهل الى الدور نصف النهائي. عايز اقول لحضراتكم ان مواجهه النجم الساحلي، النجم عنده مدير فني فرنسي على اعلى مستوى هو بير فلود، عنده قوام في لعيبه من اللعيبه المميزين ابرزهم اللاعب حمزه الاحمر، حمزي نجاز الباك اليمين، وده من الباكات اللي بيعتمد عليها اعتماد كبير جدا، بنجوره اللاعب الغيني موجود، عمرو مرعي في الامام. اذا توليفه للنجم الساحلي قاد
انه هو قدر او استطاع ان هو يصل بها الى دور نصف النهائي، على الرغم من ان كانت التكهنات كانت بتشير لانديه اخرى غير النجم الساحلي انه يصل الى هذا الدور، ولكن اصبحت مواجهه تونسيه مصريه اخرى بعد، على الرغم من ان الاسبوع الماضي كان مواجهه كبيره جدا ما بين النادي الاهلي وما بين الترجي، الاهلي الان يواجه النجم الساحلي في اللقاء اللي ان شاء الله هيبقى اللقاء العاشر، وباذن الله النادي الاهلي يستطيع انه يحقق الفوز. خلينا اقول ان الناحيه الثانيه قدمت الفريق النجم الساحلي التونسي ابتدى يقول على مكافآت كبيره جدا، مكافآت ضخمه عشان يحفز لعيبته للقاء النادي الاهلي بعد خساره الترجي. اصبح الان الكل في تونس يشجع النجم الساحلي لاقصاء الاهلي، ايضا النادي الاهلي رد ان ايضا في مكافآت هتبقى برضه للاعيبه النادي الاهلي على بعد تخطي عقبه النجم ان شاء الله باذن الله والوصول للقاء النهائي. النجم الساحلي لم يذهب الى فاينل دوري ابطال افريقيا منذ 10 سنوات، وده كان التركيز اللي موجود في الصحافه التونسيه واللي بيتكلموا فيه، ودي كان اخر اجواء طبعا اللي موجوده في تونس، كنت شفته مع حضراتكم طبعا رسائلنا عبر الاسبوع الماضي، وصراحه كل الشكر والتقدير لكل طاقم العمل داخل قناه النادي الاهلي في سوسه اللي نقلوا لنا كل الاجواء وكل شيء لحظه بلحظه سواء للنادي الاهلي وفريق النجم الساحلي وما يحيط النجم الساحلي من اراء جمهوره اللي متعطش انه يذهب الى نهائي دوري ابطال افريقيا بعد 10 سنوات. 1000 تذكره ان شاء الله هتكون موجوده لجمهور النادي الاهلي. السيد وليد مهدي مدير اداره المباريات هيبقى بيتابع اجراءات دخول النادي الاهلي. على فكره برضو عايز اقول لحضراتكم ان في تامين كبير جدا وشديد لبعثه النادي الاهلي في تونس عشان يكون بعثة النادي الأهلي على أعلى مستوى من الناحية التأمينية. وكل ده كانت آخر أجواء النادي الأهلي وآخر أخبار النادي الأهلي في معسكره، ولسه عندي كلام كتير جدا ما تروحوش بعيد، النادي الأهلي حديث.